مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرت على معظم مزارع الريحان شمال شرق دوما بريف دمشق وقضت على عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية ودمرت مرابض مدفعيتها التي كانت تستهدف المناطق الآمنة وبعض النقاط العسكرية في المنطقة. لم يرق للإرهابيين خسارتهم لبلدة حوش نصري الواقعة إلى الشرق من دوما والتي كانت تشكل مع حوش الفارة خط الدفاع الأول عن معقلهم الرئيس، فقاموا بعدة محاولات لاستعادتها. تثبيت نقاط الجيش بقوة في هذه البلدة كان له الدور الأبرز في صد موجات الإرهابيين المتتالية الذين كانوا يعولون عليها مع المزارع المحيطة بها كقواعد انطلاق لهم ومناطق انتشار مرابض الهاون التي يعتدون من خلالها على نقاط الجيش والبلدات الآمنة. هجوم معاكس نفذه الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أضافت إلى جغرافيته مناطق جديدة في مزارع الريحان التي تشكل الحدود الإدارية الشمالية الشرقية لدوما. قمنا بالتقدم باتجاه مزارع الريحان، كسرنا خط الدفاع المعادي وقدرنا نحصل كتل أبنية وقدرنا نحصل مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية. هذه إحدى شبكات الخنادق التي أنشأتها المجموعات الإرهابية هنا في منطقة الريحان. على الرغم من كثافتها وربطها للمزارع والأبنية ببعضها البعض، إلا أن بواسلنا تمكنوا من اختراقها عبر تنفيذ المناورة بفعالية عالية. تعتبر منطقة الريحان خط دفاع ثاني للمجموعات الإرهابية لمدينة دوما، طبعا ولا يقل هذا الخط الدفاع الثاني عن الخط الدفاع الأول للمنطقة. طبعا امتازت المنطقة بالتحصينات القوية للمجموعات الإرهابية، وتم من خلال المعارك كسر هذه التحصينات والسيطرة عليها بشكل كامل من خنادق وشبكة أنفاق وسواتر ترابية للمجموعات الإرهابية. تكتيك الجبهة الواسعة الذي فرضه الجيش بعد تقدمه الأخير أعطاه تحكماً نارياً بمساحات واسعة من مزارع الريحان والشيفونية وحوش الظواهرة والنشابية، ومكنه من تحقيق الاستهداف الدقيق لتحركات الإرهابيين وشل قدرتهم على القيام بمحاولات استرداد ما خسروه من نقاط. تشكل المزارع المحيطة بدوما والبلدات التي ما تزال تحت سيطرة المجموعات الإرهابية عمقاً حيوياً لهم. الخطوط الدفاعية المتتالية التي أنشأوها في كل شبر فيها بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى. إكمال السيطرة على هذه المزارع سيكون بمثابة إنهاء الجزء الأكبر من معركة الغوطة الشرقية. مراسل الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري، مزارع الريحان، ريف دمشق.